خلينا ننتقل إلى فقرتنا الحوارية الأولى لليوم. رح نحكي عن الإمساك، هي الظاهرة يلي كتير من الناس بيعانوا منها، ولكن كتير من الناس بيتجاهلوا إنهم هن يلجأوا إلى دكتور، ويمكن بيستخدموا أساليب كتيرة ما بتزبط منها ومنها بتزبط. أعمار كتيرة عم نشوفها متفارقة بصير مع إمساك. اليوم رح نحكي أكثر عن هالموضوع، شو هي طرق العلاج الصحيحة، إن كانت طرق طبيعية أو من خلال الأدوية، مع الدكتورة الطبيبة المقيمة بأمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية العلاجية هبة عبيد. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي دكتوره. صباح الخير دكتوره، كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير. عم نحكي عن شائعه هضميه، كثير حاله هضميه شائعه بين الناس، ودائما الاطباء بيروحوا للشيء الطبيعي. يعني خلينا بدايه نحكي عن الاغذيه اللي ممكن تسبب هي الحاله. هلا مثل ما حكينا اول شيء بدايه، انه الامساك هو عباره عن عرض مو مرض قائم بحد ذاته، يعني نحن في عندنا سبب وهو تظاهره هضميه لهذا السبب او الجذر الموجود. فالغذاء او الحميه الغذائيه بتحتل مرتبه او بتحتل حيز كثير مهم بالحاله الامساك، خصيصا نحن بالمجتمع اللي عايشين فيه. هلا قبل ما احكي عن الاغذيه، بس بدي نوه شوي عن الاسباب اللي بتسبب الامساك. الامساك ممكن يكون سببه ناجم عن خمول بالغده الدرقيه، فنحن كيف ما عالجنا، إذا ما عالجنا السبب ما رح نستفيد. ممكن يكون نتيجة اضطرابات هضمية، مثلا ضعف حموضة المعدة، مشاكل بالمرارة، مثلا الناس مستأصلة المرارة، لأنه العصارة الصفراوية بالمرارة هي بمثابة الصابون للأمعاء. ممكن يكون عندنا مشكلة بنقص شوارد الجسم، البوتاسيوم والمغنيسيوم هن المسؤولين عن الحركة التمعجية للأمعاء. يعني نحن إذا تبعنا حمية أو عالجنا بس عندنا المشكلة مثلا نقص مغنيسيوم، يعني ما في حركية، فما رح نستفيد شيء. فالأفضل نحن نعرف السبب بعدين نلجأ لعلاج العرض. بالنسبة للأغذية، الحمية الغذائية يعني أغلب الناس بتعاني منها هالفترة، الإمساك بيصير نتيجة اعتمادنا بشكل أساسي على الخبز كغذاء أو النشويات بشكل عام، الخبز والرز. في شيء كمان كثير نحن بنتجاهله، انه السكر كمان بيلعب دور كثير كبير بحدوث الامساك، لانه هو عامل يعني بيزيد الالتهاب بالجسم، عامل التهاب كثير مهم، فبيأذي بطانه الامعاء وبيأثر على الحركيه. اضافه لمنتجات الالبان والحليب ايضا بيسبب امساك. واخيرا الفكره اللي كثير شائعه وغلط هي عند الناس، فحابه ركز عليه شوي، هي الناس بتفكر الالياف او الخضره بتعالج الامساك، انما في انواع من الخضار هي بتزيد الامساك، لانه هي بتكون عباره عن الياف كثير معقده بتزيد العبء على الامعاء. ومثل ما حكيت ممكن يكون السبب هو بالاساس نقص مغنيسيوم مثلا، فما عندي حركيه، اضافه لانه بتسحب المي من داخل الجسم. يعني الشخص اللي عم يتناول خضار كثير وخصيصا الياف معقده مثلا ملوخيه، ورق عنب، زهره، بروكلي، وما عم ياخذ حاجته من الماء، فبتسبب قساوه بالكتله البرازيه، فبتزيد بتفاقم الامساك. فهذا الموضوع كثير لازم ننوه عليه، انه الخضار مو حل للامساك، انما هي ممكن تكون سبب. تمام. طبعا مو كل انواع الخضار، في خضار ظريفه. هلا رح نغوص اكثر بالعلاج عن طريق الغذاء، ولكن خلينا هيك نحكي بالتدريج. بأي عمر ممكن نقول إنه نحن عم نعاني من الإمساك، إنه هي معنا شيء مؤقت؟ هل الأطفال بيعانوا من الإمساك، ولا هي في مرحلة عمرية محددة ببلش هي الظاهرة يمكن تطلع بجسم الإنسان؟ أهل الإمساك هو قلة عدد مرات الخروج عن 3 مرات أسبوعياً، بالإضافة إلى قوام الخروج، يعني بيكون قوام قاسي، إضافة إنه بيعمل مشاكل مثلا انتفاخ بالبطن، ألم بطني، أحيانا بيضغط على الصدر فبيسبب ضيق نفس. هلا هي الظاهرة هي أشياء عند اللي أكبر بالعمر، يعني مثلا فوق 50 اللي عندهم مشاكل أمراض مزمنة، الأشخاص المقعدين المسنين مثلا، الأشخاص المهملين مثلا، في نحن بنشوف هلا ظواهر إنه في ناس كبيرة بالسن مثلا أولادها برا البلد فرضا، أو هي ما بيهتموا بغذائهم مثلا، عايشين على الخبز أو الكعك والشاي أو لي. نوعية الغذاء أو الإهمال بيسبب هاي الحالة، إضافة إلى نحن عندنا مجتمعنا هي شائعة أيضا عند الشباب، نتيجة ما هلا حكيتي الحمية الغذائية الخطأ، نحن بيعتمدوا مثلا على السندويش أكثر، نتيجة مثلا الشغل، العجقة مثلا، واحد بيعمل سندويش على السريع، فكثرة أو نمط الغذاء الخاطئ، إضافة إلى
قلة المروة هالأيام، يعني إنه الواحد ما بيمشي ما بيتحرك بيزيد الوضع سوء. عند الأطفال أيضاً بيصير نتيجة ممكن يكون بعض مشاكل بالجهاز الهضمي مثل ما حكيت، أو ممكن يكون نتيجة أغذية غلط نحن بنعطيها للطفل من صغره. يعني هلا الاعتماد الأكثر مثلاً، فكروا الأهل إنه عم يغنجوا أولادهم مثلاً يجيبوا بيبسي والشيبس والسكريات، فهي بتأذي بطانة الأمعاء وبتأذي جهاز الهضمي بشكل أساسي. فاحتمال كثير كبير، مثل نحن ما بنشوف الاسهال بنشوف الامساك. يعني هو ما له مرض يترافق مع الانسان الصغار، هي لا. نتيجه العوامل الخاطئه. طبعا نحن اي مرض عندنا حتى لو كان له اساس جيني، اذا ما في عامل محفز، ما في شيء يعني بيعطيه دفشه ليظهر، ما بيظهر. حتى لو كان المرض مثلا خطير، ممكن يكون في جينات مثلا مسرطنه بجسم الانسان او في قابليه للتسرطن مع العمر، بس اذا ما في عامل محفز بالبيئه ما بتظهر. فنحن حتى لو موجود، يعني مثل ما بيقولوا ما في دخان بلا نار، يعني اجباري العامل المحفز 50% من العامل الاساسي. طيب حتى لا يمشوف الاطفال الرضع، يعني بيقول لك انه الدكتور من الحليب من الببرونه بتعمل حالات امساك عند الطفل الرضيع، يعني فهي حاله مؤقته بتكون بتبديل الحليب. هلا بصراحه هذا الموضوع انا ما عندي فكره عنه، انه بما انه عند الاطفال والرضع فهذا اختصاصين بيكونوا اطباء تغذيه الاطفال. احنا متجارب شخصيه يعني، فهو الحليب وخصوصا الحليب البقري هو عامل التهابي كمان مثل السكر، فهو بيزيد من حدوث الامساك عند الاشخاص. بس بالنسبه للرضع، بما انه هن اطفال واعمار محدده ولهم يعني جسمهم بيختلف تماما، فيزيولوجيه جسمهم عن اجسامنا، فهذا شيء ثاني تماما، يعني موضوع بيختلف عن الكبار. دكتوره خلينا هيك نحكي عن يمكن ابرز العادات ممكن تكون خاطئه او ممكن تكون صحيحه بتناول الاغذيه. يعني على الريق بيقولوا لك كلي مربى مشمش، كلي او خدي معلقه زيت خروه، صح؟ ايوه صح. او زيت حلو يعني، فيمكن كثير في من الاقاويل ويمكن عادات قالت ستي وعملت جارتي بنصير بنجربها بحالنا، وفي اجسام بيمشي الحال معها بتتخلص من الامساك، وفي اجسام ما يمكن ما بتستفيد، فهي بتلجا الى الشق الدوائي بعيدا عن استشاره الطبيب. يعني اليوم قديش مهم هذا الموضوع، انه نحن لا انه ليش عم نخجل، لازم يعني طبعاً. هي السموم موجوده بجسمنا، صحيح. ما عم نقدر نتخلص منها، فلازم نعرض على الدكتور. يمكن هذا من اكثر الامور يعني احنا ما بنروح عند الدكتور. هلا نحن بصراحه في عندنا جانب مثل ما حكيتي انه اهمال وعلاج ذاتي نحن بنتبعه بعيدا عن الاستشارات الطبيه. هلا مثل ما حكيتي انه الامساك هو عدم خروج الفضلات من الجسم، فلما بتبقى بالامعاء فتره طويله بيرجع الجسم بيعمل اعاده امتصاص للسموم. يعني نحن مو بس هي اعراض هضميه انه انتفاخ بطن او الم بطني عفوا، اعراضها ممكن تتطور لحتى تشمل الصداع، الاكتئاب مثلا، التهاب الجيوب الانفيه، حتى ضعف النظر، لانه هي سموم ما عم يطرحها الجسم، فهو عم يرجع يعيد امتصاصها، بتاثر على كل اجهزه الجسم، حتى بتسبب تعب بالكبد. فهذا الموضوع يعني لازم الواحد يحله من الجذر مثل ما حكيت. بالنسبه للعلاجات انا حكيت اول شيء عن الاسباب، فاذا السبب موجود انا ما في عالج بطرق طبيعيه الا لالغي السبب. يعني اذا انا عندي خمول بالغده الدرقيه فهذا بروتوكول علاجي لحال، اذا انا ما صلحت مشكله الغده رح السبب موجود، فقد ما حاولت اعالج العرض ما رح استفيد. ثاني شيء مثلا نركز على نقص الشوارد. نقص الشوارد هي نحن بنعتمد فيها على الاعراض اكثر من التحاليل، لانه نحن ما بيهمنا نقص الشوارد بالدم، انما نقص الشوارد داخل الخلايا. فاعراض نقص المغنيسيوم مثلا من الامساك والتعب والاكتئاب، فنقص المغنيسيوم شائع جدا، نحن الناس ما بتاخذوا لهذا الموضوع بعين الاعتبار، فقد يكون تعويض المغنيسيوم هو الحل لكثير مشاكل منها الامساك. انما انا لو عالجت مثلا مثل ما حكيتي بزيت الخروه او هي، اذا ممكن تخلص من الفضلات، بس اذا عندي الجذر لسه موجود ما رح استفيد، بدها ترجع المشكله من اول وجديد. هلا بعض العلاجات الطبيعيه اللي نحن بنستخدمها وبننصح فيها، اولا مثل ما حكيت انه نبعد عن السبب وننتبه لنمط الغذاء، مثلا نخفف الكربوهيدرات بشكل عام، النشويات نبعد عنها. لما الشخص اللي بيكون بيعاني من امساك بنعتمد على حميه غنيه بالدهون، وكيميائيا هي بسموها الدهون طويله السلسله، فانا يعني ما بستفيد مثلا اذا اخذت زيت جوز الهند. في ناس مثلا بتحكي انه زيت جوز الهند منيح، بس هو ما بيوصل للامعاء، هو قصير لمتوسط السلسله، فانا بدي اعتمد على الزيوت طويله السلسله توصل للامعاء. مثل ما حكيت زيت الزيتون كثير مفيد، زيت الخروع كمان،
بيساهم بشكل كثير كبير بعلاج امساك. ممكن زيت النعناع ايضا على الريق مثلا، هو مع مثلا كاسه مي دافيه مع 3 نقط لفتره معينه مثلا شهر شهرين، بنلاحظ تغير بعادات التغوط. في عندنا كمان بعض المشروبات الدافيه اللي نحن بتساعدنا مثل الكركديه الدافي، المي بالليمون، الزنجبيل بنشط حركيه الامعاء جدا. طبعا هدول بدنا نداوم عليهم، مو انه والله شربت كاس نعناع يوم بعد 10 ايام. يعني هي مداوم عليها مثلا من 2 لـ3 مرات باليوم لفتره مثلا 21 يوم اقل شيء. اضافه مثل ما حكي، بس بدي انوه على فكره الدهون. مثلا عندنا الافوكادو هو عباره عن دهون مع الياف، كثير بيساهم بعلاج امساك. نعتمد مثلا غذائنا على الدهون الصحيه، البيض كثير بيساهم كمان بيساعدنا. هلا في دراسة حديثة حكت انه 7 حبات تمر كل يوم لمدة 21 يوم انه بتساهم بعلاج الامساك. طبعا عم نحكي اليوم شيء طبيعي يعني. ايوه هي شيء حلو ومفيد، بس بدي نوه على شيء انه مو اللي معه سكري او مقاومة انسولين او عنده بدانه ياخذ بهي النصيحة. يعني هو بتختلف من شخص للثاني، بس انا حبيت هيك اذكرها لانه طيب دكتورة هبة، في كثير من الاشخاص بيلجأوا الى حل سريع، بصير معهم مضاعفات يمكن ان كان جليسرين او أيوة. حلول ثانيه دوائيه عم نحكي، بصير معهم يمكن حاله من الاسهال، بصير معهم جفاف بجفاف بجسمهم، يمكن هذا علاج مؤقت ما هو علاج دائم، لانه نحن ما بحثنا عن السبب مثل ما ذكرتي حضرتك. اليوم العلاجات الدوائيه السريعه بتخلص السموم، ان كانت بسبب الامساك، ان كانت بسبب الرجيم، ان كانت حبل لاذابه السيلوليت او الدهون بالجسم، اليوم قديش هيدا الشيء ضار لجسمنا؟ هي نحن ما عم نطرح سموم، هيك عم نزيد صحيح. هلا الفكره بالنسبه لتحاميل الجليسيرين او هي، نحن نلجا للحل الدوائي بحالات معينه. يعني ممكن مثلا مثل ما عم نحكي انه اشخاص عندهم امراض مزمنه او باعمار متقدمه، او كحل سريع مثلا شخص عم يعاني كثير من هذا الموضوع وهو عمره كبير، فنحن قد نلجا لتحاميل الجليسيرين. يعني هي مو حل لهي الدرجة، فهي معامل مساعد، بس نحن مثل ما حكينا ممكن هي حل مؤقت وعلاج مؤقت، بينما العلاج الدائم هو بيعتمد على نمط الحياة. أما عند الشباب أنا بصراحة ما بفضل هذا النوع من العلاجات، لأن الشاب هو بصراحة قادر يتحرك، قادر يهتم بحاله. مثلا نحن المشي الرياضة كثير مهمة بعلاجات الإمساك، بتحرك الجسم كله مو بس الأمعاء. كمان بدي نوه على شغلة كثير مهمة، إنه الجلسة الصحيحة للمرحاض كثير بتلعب دور بحدوث الإمساك أو بإفراغ الأمعاء من الفضلات. الجلسة الصحيحة بدها تكون بزاوية 45 درجة، ففي أحيانا الناس بتقعد بزاوية مثلا 90 درجة، فهي كتير سيئة، ما بيصير عندنا إرخاء العضلة حول المستقيم. فيعني بيحس الشخص إنه ما عم يحسن يتخلص من الفضلات، لأنه في كذا عامل. مثل ما حكيت عند الشباب الحلول عندهم متوفرة أكثر، لأنه لساتهم بطاقتهم بحيويتهم. يعني الشخص لما بيحط عقله براسه أو لما بيعاني بصراحة كثير ما عنده بيلجأ، إنه خلص بيصير إنه مجبر إنه أنا خلص يعني بدي أغير هذا الحل، إنه خلص بكفي معاناة، يعني أنا خلص بدي أنتقل من المرحلة بدي أتخطاها. غير لما بيكون الشخص كبير ما فيني أنا أساعده غير بالعلاجات الدوائية. وقديش مهم نعمل ستريتشنج كمان إذا صار معنا حالة إسعافية؟ ستريتشنج نوقف ونرفع ايدينا وعلى رؤوس اصابعنا، بيقولوا هي كثير هيك اذا كنا بحاله اسعافيه يعني بما يخص الامراض الهضميه الامساك. هلا مثل ما عم اقول لك، هو الافضل نحن الحركه بركه. يعني الواحد نص ساعه مشي كل يوم فهي من افضل يعني الدواء. النص ساعه مشي كل يوم فهي بتغني الانسان عن كثير ادويه، وحتى بتنشط الجسم وبتعطيه طاقه. فالشخص اللي بيكون بصراحة معاني من الإمساك، فهو بتشوفيه دائما مزعوج ومتضايق ومو مرتاح، مثل ما حكيت إنه هو بيكون في سموم بالجسم ما عم يتخلص منه. فالعلاجات أو استرتشات أو الهاي، فهو بيكون ضايق خلقه أساسا، إنه أنا كيف بدي، إنه أنا بس بدي أتخلص يعني من هالحالة، أنا ما عاد بدي ضل هيك. فهو لما بياخد قرار أو ببلش بيشوف تحسن منه لحاله، حتى نفسيته بتتحسن. ساعتها انه فينه يلجا مثلا لتمارين استرتشات، او يعمل مثلا في من تمارين نفسيه او هيك تخفف ستريس على الجسم،
هاي نحن بصراحة كلنا محتاجينها. أكيد دكتور، أكيد اليوم دائما اللي بيقولوا الرياضة هي كتير مهمة بهي الحالة، والنظام الغذائي الصح يعني طبعاً. وبنرجع دائما للطبيعة، بدنا نتشكرك صحيح. وأكيد بدنا نتمنى الصحة والسلامة لكل حدا ما رافقنا بصباحنا. شكرا لكم على الاستضافة الحلوة. شكرا كثير لك ويسعد صباحك.